سلام خبركم تفتحتلتنا لما عندكم كم تلمود أب تمالي سمعنا يوزينا استدرخت حد صارت انتنا عزنا لكم كريمنا لنا يتات انتنا تمالي أب تفلا لي زينا معكناتن ناية سوشال ميديا كم سمعنا يو يتي أب أدي السابات وهليلو زلو قجل شفاتو من قستي النابلي أبي أحمد زمرح قجل شفاتو أب لعلي هزو تقرين أب لعلي منقص تقرأين زغبرة ذلو متكعتي بزلع علي بركي بمقتصال تمالي كاب چاينة زمالسو ناي منقص چاينة لأخات مس منقص تي كلل تقرأي كزار عربو بناي إثيوبيا واتس آقو داي منسترين بناي إثيوبيا أمباساد درب چاينة ذلون بناي تقرأي كلل منقص تين بزم سلستة أكالات زتوا ديدي أخيبا أمق ألي أرتغرائي كايد تسويتنا تقبر اللهم نهالوه كاب چاينا ناو أدي سابا مسواتوحو أبا أدي سابا خعا أب نفاريت مسأتو كاب نفاريت نمق ألخت كورو أي تخولون بزويل كاب نفاريت بي واتادرات توقتيتون كمدواتو تقديدون كمدواتو مخنياتو زي فلت مقلس إنتي هابو كاب نفاريت ورودو تبهيلوم نمق ألخي كورو تاريفهم. أما قلت ما منغستي كلل تغراي أغايش موتن اللويلو كلو زد ليوم دلوات بمقبار عبتو عالم لخي ناي عالو عبانقا معرفو نفرتي تسويت ناقورو نهاللو تانافاريت مسمسات اتوم سبي ومزنورو أغايش كمزي موتو بمردع تنقر مدنقار كمز فترن اكزيري روخم كاب چاينا كونة تباهيلو ناب تغراي كلل يوم موتيم زم سبزيو انتو خونا قن نتناي تقرأي كل المنقستي انتو يفلطو اتي شفتها أبي أحمد نوزوم أغاش دي أطوم نوزوم سوى سلطان ناي چاينا كابا دي ساوا خي واتو وينمق اللون خي خدو خلقين ومالتي ازي خمزي زوالي كان حق زواتي ناي شفاتو تقبار كالي مقلسو خلو يخلن كالي مهنيات كلو يخلن عبزي حالة فقل التعامات ازي شفات ازواني حساو سبعي ناو سلطان كمتس حسيو شمو حسيو حيماناتو حسيو أبوو حسيو سدروو بزعما سدروو حسيو زمان تسير أي سيرة تقرأي زغورزو اللو متكعتي بمقتصال لو مون انتخواني نافتو ناي حاصرت ناي بلسبنا بارتيلو زمسروتو حزوون انتخواني كمزي زبالة ليبا كمزو الحساو يترى أي فلتن نيزب تقرأي منقص تقرأي نافتنا تي بارتن تزيت عاوزكم زد اللو خلو بمقار متكعت خفتسمية بموال نايز متكعت دي مقصلتا مرأيا زي تمالي أبا أدي ساباز غورو نقر حدئي إذ قبنا نيا سابا أيزي تمزيز ولا مرحي أب تاريخنا إتوبيا ترأيه يفلتن كابز قرم حدا نقر ودف كم ودف زي سرقه أبي أحمد رحي ني إهادك كم إهادك متن كم ودف سريقو شمك أيرو بلس قلنا بارتي إذ بهالي لوزق أيري إذ سابا أيزي ترحي يهارك هزوي إثيوبيا بحماق يكون بطبق يحماق يسبق بمرسع كاب كلهم كللات ني إهارك كم إهارك كم ودب منقست وينه مرحن اللويل وهزوي إثيوبيا زمرتو ني إهارك أبي أحمد بعليتو بإخلطة أقمتو أتوكو لسلذي يخيل ناتو فلسف الناس لذي يقولو ناتو ممرحي سلولو ناتو بوليسي سلذي يقولو ببعلو ببينو أتوكو لسلذي يخيل دوغوم سلذي هوني عد هاجر بنمن عاتمن بخندي مكران بخندي سرحان زهانت وودي بسريقو نئي هادك بلس قلنا بارتي إشو مويلو وذي كما يكركو أخا سراق طولد الله انتا أي سريق دينكم بدن بغير أخري أكمي خليه وتو سروق ناقر أبز حالة في عسران قلما لن عامت إي هادك نئي تيوبيا خامس قواتاتر جميرو كاب قبلي كاب قشت جميرو كسع وانا ختمع كسع كل الدرجة بكل البركي جهانوصو أسرارها جهانوصو نيتورك قدوفهم موت شدشت شعات ملين أبالنا إهادك عملا إتوبيا زلو إتي ملا زغلو بهاقر درجة إهادك زقوات أصورو مسرح سوريقو زي مروتو هزي مر كمز مروتو نخل التعامت ننهي هاي لمارام قزي تلوك كيحو ننهي هاي لمارام قزي خود دئيو موت يسب عايزي أي تمرسة إيه هذا جاي مرتو هذي توبة أي مرتو بلش قلنا يفلتان
كلهم اتم ناي حجي مهورات طبقاتات عبيتي بوليتيكنياتات غرم غيرهم كواين لا غليصوم يم انتخونا كن ازي سبع ايزوي ني احدق يسرق ايزلو كمود بيسرقالو ات مسرحنا احدق سرق ايزتنغلو بعليتو طوطو كل سلازي يفعل عرسو خيلو بارتي طوطو بيلو كمرص كن زي يفعل سلازي فلات كوكوب تو زولوا اتوم بدحريت كوينم تخكو زلو اكلات زو صولو نغر بل كي نبحنالو ينبحو سلو زلو نخست ووج نكس نبحنت ولود نبح نايبع على حنقول نايبع على مرار حزي ولو نايبع على سرار حزي ولو دخوم هنا فترت سلو زكوني نوزي ابي انقفات يولو زامن لوخا حزب تيغراين منغست تيغراين حزب وين حدنا تيغراين نوزي اي نادغاغ مي كوان نوان دستفلالي ملك ابلع له حزب تيغراي ابلع له منغست تيغراي ابلع له حزب وين حدنا تيغراي متقعت تزفصم دلو اذا تمال زرا يوغن ناوتو مقصلتا نايت زحله فخلت عمت مقصلتا كوينو ابلي غن ودي يخيتولو اي ودئ ناي عقل صبت ناي تسف مقراصن كالي نغر كبري كالي سغمتات كوسدي نوزي كع حزبنان منغستنان كدالللو بمنفس بسنا امروخ ندالللنا يعتقخ ندالللنا بوغلو مداوي تدالينا ابي احمدن كوكوبتن نزوس دوغوس غمتات نمغفاطن نمكلخالن كل عقمنا نا اخنت كلنا سلازي كلو تزفصم زلو نغرات است اساسره تتحاز كم زخونن كنفلط لنا بحر زي بلا عدي نيفي كتمسرت صلاع زي بلا عدي جفح زخونه نايا اصوار شمتا كتغبر أصوار كتغزق تغاية خزر أنت لها انتا إيا دليا انتا إيا تدليا ناوين مخادي يزيل ولا حيل كام عزابن كناتات مقنزابن كدلي زخونا خوينو انقستي أبي أحمد عمس أبو آتيو بهزبي تقبل النوتو تتفئو كهزبي تنتسيلو أب زخونا يخون كلل تقبل النوتو نارتحت وريدو عقلو صديبوو ممارتو زيبولو سلزخونا أبزي عقل صبت بعقل صبت تدفعت وزر سجومتات كم زلوا بمجمعات نخلوا مدلاو كدلين أيو كابزي قتلكم دكتور أبراهام تخسته مقتل رئيس نايتغراي كلل زهوا مجلس إبز عباس قداي زي عمل كتير هذا مجلسه تخطاتلو بزترفة أبكال فيديو خسعن راح برحان قنيو بندسمعهم يقني لنا سبسكرايب مقارت حوارنا كتغراي كل المنغست غار ينقدنا انفستمنت سمنت لمفصم تلانت ودا مقاله يمطالو تابلو سيتطبقو ينبروت يا تشاينا لوكان بفيدرال منغست تصنو مكنيات بالممطاتاچو سمنتو زاري باديس ابا تفصم لوكانو ودا مقاله ليمطو سيلو كبولي ايير منغد انديملسو يادرغو يفيدرال منغست حلافينت موسد اللبس سيلو يا تغراي كلل نقدنا اندستري بيرو حلافي دكتور ابراهام تكسته تناغروال اياايزوم درغيتو اهون لاي بتغراي حزبنا هوحات لاي يتكف ተው የማጥላላት ዘመቻ አካል ነው ብለዋል ዳዊት ከበደ ተመልክቶታ ራሄል ኃይለ ሚካኤል አዘጋጅተዋልች በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ የቻይና ክልል ሻኒና የትግራይ ክልል ስምምነት ፈጽሟል በስምምነቱ በልማት በግብርና በአምራች ኢንዱስትሪያል ፓርክ በኢንቨስትመንትና በንግድ ተባብረን ለመስራት ነው የተስማማነው ያሉት ዶክተር አብርሃም ተከስተ ይህ የሁለቱም ክልሎች ግንኙነት መንግስት አውቆት የተዘጋጀ ቢሆንም የሻኒ ክልል ምክትል ሊቀመንበር የሚመሩት የልኡካን ቡድን መቀለ ድረስ ለመምጣት በትላንትናው ዕለት ፕሮግራም ቢያዝለትም ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ደርሰው ከተሳፈሩ በኋላ ወደ መቀለ መሄድ እንደማይችሉ ተነግሯቸው ጉዞው እንዲሰረዝ ተደርጓል ብለዋል የትግራይ ክልል ከሻኒ ክልል ጋር በተለያዩ መስኮች ለመተጋገዝ ለመተባበር የሚያስችል ውይይት ነው ያረግነው ይሄ ከሻኒ ክልል ጋር የሚካሄደው ግንኙነት ያው የፌደራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወቀው ቻይና ያለው ኤምባሲም ያወቀው የተዘጋጀ ግንኙነት ነው በዛ መሰረት የክልሉ የሻኒ ክልል ምክትል ሊቀመንበር የሚመሩት የልኡካን ቡድን ነው ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው ልኡኩ መቀሌ ድረስ ለመምጣት ነበር ፕሮግራም የተያዘለት ትናንት እዛ መምጣት አልቻሉም እኛ በማናቀው ምክንያት እነሱ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ድረስ ሄደው ተተሳፈሩ በኋላ ነው መሄድ እንደማይችሉ የተነገራቸውና
ጉዞ የተሰረዘው ስለዚህ እኔ ዛሬ ጧት አዲስ አበባ መጥቼ ነው ውይይትና መጨረሻም የመግባቢያ ስምምነት የተፈራረምነው የመግባቢያ ስምምነቱ በተለያየ መስኮች ለመተጋገዝ ነው እንደሚታወቀው በኩልነት ላይ በትብብር ላይ በጋራ መጠቀም መርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነው የቻይና መንግስት የሚከተለው በዛ መሰረት በልማት በግብርና በአምራች ኢንዱስትሪ በኢንዱስትሪ ፓርክ በኢንቨስትመንት በንግድ ለመተባበር በተለይ ደግሞ ያንሻኒ የሚባለው ክልል በግብርናና በማዕድን የታወቁ ናቸው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ በተለይ በግብርናና በማዕድን እንደዚሁም በኢንዱስትሪ ተጋግዘን ለመስራት ኢንቨስትመንት ወደ ትግራይ ለማስፋፋት የሚያስችል ስምምነት እና ውይይት ነው ያረግነው በእኛ በኩል ይሄንን ክልል ለክልል ግንኙነት የልማት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እና ሁለቱም ክልሎች ተጠቃሚ ለማድረግ ዝግጁ ነን በእነሱም በኩል ከፍተኛ ዝግጁነት እንዳለ ነው የተረዳሁት ያረጋግጡልኝንም ይሄ ነው ተመልሰው ሄደው ዝርዝር ዝግጅት አድርገው ቶሎ ወደ ስራ ለመግባት በእነሱም በኩል ዝግጅት እንዳለ ነው ያረጋግጡልን ስለዚህ ያረግነው ውይይት በጣም ጥሩ ነው የማግባቢያ ስምምነቱም ተፈራርመናል ፕሮግራሙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢያዘጋጀውም ለኡካኑ ማስተጓገል ግን ለሀገሪቱና ለፌደራል መንግስት ኪሳራ እንደሆነና ለዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንቅፋት እንደሆነ የተናገሩት ዶክተር አብርሃም ተከስተ በዚህ ዙሪያ ኃላፊነት የሚወስድ አካል መኖር አለበትም ብሏል በጣም ትልቅ ልዑክ መርተው የመጡት የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው ፕሮግራሙ ይታወቃል የፌደራል መንግስት ያውቃል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያውቃል ፕሮግራሙ የሚያዘጋጀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው አውሮፕላን ከተሳፈሩ በኋላ አትሄዱም ብሎ ማስተጓጎል መግለጫም ምክንያትም መስጠት አለመቻል ኃላፊነት የሚወስድም አለመኖሩ በጣም ትልቅ ኪሳራ ነው ለሀገሪቱ እና ለፌደራል መንግስቱ ትልቅ ትዝብት ውስጥ የሚጥለው ስራ ነው የሚመስለኝ በእኛ በኩል ተዘጋጅተን እየጠበቅናቸው እንደነበሩ እኔ ራሴ መቀሌ ያላባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ እየጠበቅኳቸው እያለሁ ነው አውሮፕላኑ ካረፈ በኋላ ነው ያወቁት አለመምጣታቸው ከዛ በኋላም ዛሬ ጧት መቀሌ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነበር ሙሉ ዝግጅት አድርገን ከሚመለከታቸው የፌደራል አካላትም ጋር እየተነጋገርን ማለት ነው በተለይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድንገት ይሄ ሲሆን በጣም ያልተለመደ ነው ስለዚህ የሚመለከተው አካል መግለጫ መስጠት አለበት ኃላፊነት የሚወስድ አካልም መኖር አለበት በሀገሪቷ ትግራይን የሚያገል ሁኔታ እየታየ እንዳለ የተናገሩት ዶክተር አብርሃም በትግራይ ህዝብ የሚደረገው የስነ ልቦና የኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጥቃቶች አንድ አካል ነው ብለዋል የፌደራል ስርዓቱ ትዝብት ውስጥ የሚከተነውም ብለዋል ለውጭ ልኡካንም ባለሀብትም ባለሙያም ሌላውም መቀሌ ለምን ታየህ እኮ ነው ትግራይ ኢትዮጵያ ነው ዜጎች የመዘዋወር ነጻነት አላቸው ይሄ በግላጭ በዋና ዋና ሚዲያዎች ሳይቀር ከሆነ ለምን መቀሌ ሄድክ እየተባለ የሚጠየቅበት በጣም አሳሳቢ አደገኛ ዘመቻ ነው ያው በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረገው ዘመቻ አንዱ አካል እንደሆነ ነው የምናምነው ኃላፊነት የሚወስድ አካልም መኖር አለበት በትግራይ ላይ የሚደረገው ዘመቻ ይታወቃል በሁሉም መልኩ ነው ከስነ ልቦና ጀምሮ በኢኮኖሚም ፖለቲካም ተቋማትም የትግራይ ተቋማትም ለማዳከም በሁሉም መስኩ ዘመቻው ይታወቃል ያው የትግራይ ህዝብ ይሄንን አለፉት አንድ አመት ተኩል በጽናት መከታተል ዘመቻው ግን ቀጥሏል አሁን ጉዳቱ ከዛም በላይ ነው አሁን የፌደራል መንግስቱን ከፍተኛ ትዝብት ላይ የሚጥል በጣም የወረደ አሰራር ነው ምናየው ይሄ ያው ፌደራል መንግስት ለራሱ ሲል ነው ይሄን ማስተካከል ያለበት በእኛ በኩል ያለውን ሁኔታ አስረድተናል ልኡኩ እኛ በኩል ትብብሩን ለማጠናከር ፌደራል መንግስት በወሰደው ተነሳሽነት የተዘጋጀ ትብብር ስለሆነ በዛ መሰረት ተዘጋጅተን እየተጠበቀን እንደነበረ በእኛ በኩል ያለው ዝግጅነት ለማሳየትም ነው እኔ በጧቱ አዲስ አበባ ድረስ መጥቼ ልኡኩን ያገኘዋቸውና ውይይት አድርገን በጥሩ ስሜት
የመጓጓዣ ስምምነቱም ለመፈራረም የቻልነውና ዘመቻው ቀጥሏል። የትግራይ ህዝብ ያቃል ተዘጋጅቷል የዚህ አይነት ጥቃትን ለመመከት በስልልቦናም ሁሉም መንገድ ዝግጁ ነው። ይሄ በተመለከተ ግን በጣም አሳሳቢ እና የፌደራል መንግስቱ በዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ዘንድ ትልቅ ትዝብት ውስጥ የሚጥለው ተግባር ነው። የቻይና የአንድ ክልል ከፍተኛ ኃላፊዎች ናቸው እና በኦፊሴል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወቀው ቻይና ያለው ኤምባሲ ማውቆት ያዘጋጀው ፕሮግራም ትናንት አዲስ አበባ ግብርና ሚኒስቴር ሄዷል ጎብኝቷል። የዓለም አቀፍ ቀውስ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ባወጣው መግለጫ የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ከፍተኛ የማግለል ተግባር እየተፈጸመ መሆኑን ጠቅሶ መንግስት ይህንን እንዲያስተካክል ማሳሰቡን ይታወሳል።